انصر. السلام عليكم خاوتي اخواتاتي، مرحبا بكم خاوتي في فيديو جديد بضيف جديد بقصه جديده. جينا جبنا لكم خاوتي اليوم اخونا محمد جاي يحكي لكم القصه تاعو، المغامره تاعو اللي دايرها في البحر. سونسيال خويا محمد على سلامتك ومرحبا بك اخويا. والسؤال الاول ديما اللي نطرحوه، علاش بغيت تخرج من الجزائر؟ واش هي السبب اخويا الغالي؟ قلت لك حاوزولي، كنت نقرا حاوزولي مقرايه ايو عندي شي بنيه ميته، كنت عايش عند خويا صاي ما كان والو، ما استوصلت والو. ايا قلت نخرج، حاولت بان نخرج. ايا عندي 21 سنه. الله يبارك اخويا. ايوه ايا كان عندي واحد لافامي تاعي شويه ما عرفوا يسمك حدايا، فاني كان معول يخرج، قال لي نخرجوا في رهبه. ها كان كونتاكت تماك مع واحد تماك يسكن وحدهم، ايا قاعد يقول له من هذا وين نخرجوا، راه معايا واحد. اي تفهموا، قال له شحال؟ قال له 85. ايا قلنا صبروا، قلنا ما علينا نعيط لكم. طلع صبرنا دي عندنا ود الشهر ولا شهرين، قعدنا عندنا ود سيمانتين هكا ولا. ايا عيط لنا قلنا غدوه المامو فيها خرجه، قلنا طلعوا تباتوا فيما في وهران. ايا وتخرجوا هي طلعنا. خويا محمد، خويا محمد انت خرجت في بوطي ولا في السريع؟ لا في السريع 115. قداش خرجت؟ ساعة. شحال خرج؟ دراهم دراهم 85. الله يبارك. ايا قلت لك طلعنا احنا لوهران، وصلنا عند سيد داين معنا دراهم شوية ريستا دراهم، طلع عليه طاكسيات شوية وهران صعيبة. ايا رايحين نهضروا مع السيد، قلنا روح عندي منه يقيدي فينا حتى البلاصة تاعو، سما عنده شد علينا دراهم. قلنا صبروا، قلنا الربعة خمسة ستة تخرجوا، قلنا جمعوا في قهوة راكم قاعدين حتى لين عيط لكم. أيا روحنا شد علينا دراهم، قاعدين في القهوة قاعدين قاعدين، خطرة خطرة نعيطوا له نسقسوه. أيا يقولنا مازال 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 لحد الثمانية تاع الليل. شغل نسمع يقولوا صاي كاينين جماعة خرجت، زيد شوية يقول لك راهم يخرجوا، حنا ما كان والو نعيطوا له. قلنا صبروا من هنا ما كان والو، كان صبروا قعدنا صابرين. أيا لحقت العشرة، كان في وارن ذاك الوقت كان الحجر على العشرة. أيا قاعدين في النقارة ما كان والو، قلنا دوك ندبر لكم سكنة. طايق لينا في لوتيل، لوتيل غير فيما كحلاهم. ايا ما كناش ندير ليه كارتو كاع، مبغاوش يكونو لنا في لوتيل. ايا دانا واد الدار كيما هاكا كرا عندنا 400 كاملة قاعدين. قلنا صبرو، قلنا الدولة راهي دورو كاع، قلنا في الليل قلنا تخرجو. كاملة قاعدين تماك يعني لحقت العشرة 11 ما كان والو، عيطنا له جا عندنا قلنا والله راهي مزيرة، قلنا شنو راهي مزيرة الدولة وكاع. قلنا الصبر وقلنا باك الربعة الصباح تخرجوا. رقدنا كي ولات الربعة الصباح جات طبطب علينا، كنت انايا ولا فامي تاعي كنا ثلاثة، واحد جد معنا واحد مزربعين كل واحد وين حاطو. الربعة جات طبطب، حنا صاي قلنا صاي فيها الخرجة ضروب، قلنا صاي جاي خرجنا، سمنا معاه واحد ثاني بغا يخرج ثاني جابوا معنا. قلنا والله ما فيها، قلنا الدولة راهي مزيرة، وقلنا ردوا جماعة ديجا ايام ما فيهاش. ايا قلنا الصبر وغدوة تخرجوا. رقدنا هذيك الليلة في الماك صباح كنا قاعدين نورمال ما كان والو،
صباح عيدنا لو يا دراكين ما كاش فاني فاني ذاك النهار فاني راح كي معك فاني صبروا صبروا ما كنوال اي عاونا غدوة ماذا قلنا نعطينا دراهم نصايب نروب نرجعو اي عطانا دراهم حسبناهم في المرجع حسبناهم قدامهم منهم كنوالو دراهمنا ذوكوما اي رجعنا لديارنا فاني شدنا كونتاكت مع هدافر السيد وهدافر فاني قلنا قررشكم فاني طلعنا الوارن فاني كيما هكا ما كان والو فاني عاونا رجع اي هذا السيد عيط لنا قلنا تخرج قلنا دي خطره قلنا فيها خرجه قلنا تخرج قلنا اني هاتر مع مول ماتريال من هاو كلش مريقل طلعنا ثلاثة لي فتسوا طلعنا بالسنين قلنا الواحد جباتو قلنا في اللي تخرجوا احنا حشية فاني دينا دراهم رايحين في طاكسيات فاني ريستا دراهم 85 فاني فاني وصلنا في المهمين حقنا الوارن عيدنا له جربنا بدا دراهمو قلنا صبرو قلنا باك تخرجوا دروك كانت جوية ستا ما كان والو فاني في الليل احنا قعدنا نجمع في ذيك قهوة فاني في ذيك بلاصة غير هي في الليل قلنا تخرجوا في الليل 8 9 ما كان والو فاني لحقت العشرة فاني ما كان والو هي دينا سكنة واحدة أخرى فينا كانوا كشوا لي قهوة فيها بزاف اللي باغي يخرجوا ردونا كاع داونا في واحد الدار معمرة معمرة حراجة معمرة شحال فيها الدار كانوا ثلاثة من ألجي واحدين مش لف كانوا هو عشرة ولا شلفة أنا يو ذاك لافامي تاعي وجوج الناس فاني حسبات 13 14 من لا 16 هكا 17 ايا قلنا الصبر وقلنا لي نهدر مع شو اللي دبر جماعة اللي تخرج يهدر مع موماتريا اللي خرج ايا اللي يقول له كاين بلاص يسنى معاه قلنا الصبر وانا ندبر لكم قلنا راهم كاين زول باغيين يخرجوا ام خاصهم جوارا قلنا له صحة قاعدين قاعدين ثاني الحق اللي ما كان والو كان قلنا ما شو ما قلناش ما فيها شرح وقلنا نبدو قلنا بلد غدو صباح ولا من البحر طلع ومنه قلنا معليش ايه قعدنا حق الصباح ايه جا خرجونا من السكنة قالوا خرجوا بالزوج بثلاثة بالزوج قلنا ريهو في قهوة قهوة وقلنا كي عيط لي اللي عيط لي راكم معه قعدنا مجمعين في قهوة لا ما روحناش قهوة رفدنا في الطريق منين ولا في الطريق عيط له السيد قال له جيبهم لي قال له راني لهنا قال له يركبوا ضرو ويقلعوا الساعة ونص الصباح أي صباح جاكر واه كان السيد في ايديس رافد ربعة من جوانا من رول واحد من قدام خمسة في ست بني ادم في ذيك ايديس اي احنا راكبين مع هذا السيد اللي عطينا له دراهم وكاع كنا زوج وخمس في ربعة في هذيك ايديس ومش حاصل لوطو كنا فيها ثاني اي تبعوا قلنا تبعوني رايحين تبعوا فيه تبعوا فيه ايام وصلنا في نص الطريق نزلنا احنا يركبنا مع واحد اخر وراح واحد اخر عيط لصحابه هنا يخوف الطريق الدولة ما كاش ما كان والو اي قال لهم وجدوا قال لهم الجوال راه معايا اي روحنا 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 لحقنا ذيك البلاصه اي هو سيد دار فين فين موصاي سيد دار قال له حل الباب حل من الجوال نزلنا ودنا نجرو واحد مرة واحد كنا 13 بنادم اي ركبنا 9 ونص الصباح قاعد يركب فينا صاي السريع واجد في ليسونس لقيت في الماك صاحبه معاه اي ركبنا ركبونا ركبونا ما كان والو ما كانش الدولة اي قلعنا قلع حبة حبة خويا محمد اي قبرك نقطعك اخويا شحال كنتم من واحد داخل السريع هذا 13 الواحد وش من الموتور اخويا ما مو 115 هو مكتوب ما فيش نيميرو بصح قلنا 115 وجلده وش من شحال فيها من متر شحال سيميري جيت ما لا تري شحال فيها من متر نون باس سيميري جيت مش حاسس شحال فيها من متر ما يهمش كسول احنا في مقلقين ما وليت نخمم في البحر ما وليت نخمم نوصل ما نوصل شيء وليت نخمم فيها باش ما يعاودش نرجع للدار ماكش باغي نرجع للدار باش ما يعاودش يقول لك ما فيهاش من نفس الحوز غير نركب غير قلع وصايم وين نركب اي ركبونا قلعنا قلع حبه حبه من هو الفيري في صاحبه الفيري في لامارين من هنا ما كان والو
الدنيا تمشينا الكيلو ولا زوج اي احد بس استفنا ريقنا قبلايسنا قعنا صاين ممكن ولو قلع قلين 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 نورمال ما في حتى بروبلم حرطة كالما قلنا ما زلناش كالما كيما تركنا كالما تسوية تبدأ من الصباح تلحشي يابر السنة اللي فاتت بالثلاثة أيها رايحين نورمال في حتى بروبلم السيد ولا يزير موتر صاحبه يقول له لا ما تزيروش يقول له وحدة وحدة باسكو كانوا بيني وبين اللي يرجعوا كان احنا يا ما نسمعوا اللي نرجعوا هنا باسكو خاف البحر يطلع علينا قال له ما تزيروش قال له بالك نعاودو نرجعو احنا كي ركبنا قلنا السيد قلنا هذا قلنا وصل وجا فين يلفتكم كان خارج زوج خرجات في ذاك النهار مول السريع هذا سما خرج زوج خطرات وصل زوج خطرات راح دا ووصل زاد زادكم تما طروازيام لا احنا الزوجين دا خطره عاودتي بدنا احنا ايوه رايحين نورمال ما كان حتى بروبليم من البعيد ولا صايك قربنا شحال على احنا ماشيين ساعتين هكا بداو يبانو لنا الجبال تاع اسبانيا ايا ولا يبان واد الباطو ما فهمنا لا لا ماري لا والو مي قعدنا كونسونطرو معاه يبان لك شغل رايحك فينا هو لا حابس في بلاصتو ايا خافوا ولا حبه حبه يعرضو منا يهرب منا ايام بعد قدمنا لا صرنا والو عاود بان واحد اخر تاع تصياده ثاني خفنا منه عاود شنا ما كان والو قدمنا رايحين نورمال كان حتى بروبليم ليسونس خطرة خطرة كي يكمل لي بدل ليسونس نورمال ايا رايحين كي بقات لنا شحال نص جوايا قلنا تسعة ونص جوايا الوحدة هاكا الوحدة قل شافونا لا مانيتا زباني جاو يجري عنا ما عطا زوج دقايق ولا كان عنا يلحق فينا ايا ما بغيناش نحبسولو ولا قلنا حبسولو يصورو فينا كاع حبس ما بغيناش حبسولو قالو هرب بغينا بغا يحطنا في الميريا من بعد جاتنا بعيدة قالو يقبضونا ولا حطونا في ساركوزي رايحين هاربين لو ذاك يعرض له ذاك منا لحقنا عاود مين جا داير دار الاولى هربنا له عاود لحقنا ثاني عاود الزوجة دايرين معاه هو داير وحنا دايرين داير خلاه مين دار شوية عاود قطع له غير فما هي قلع خلينا الرول بزاف قاعد يصور فينا منا صورونا ما بغيناش نحبسوا له روحنا يسمى خويا مطاردة هوليودية كما يقولوا احنا يسمى قطوا الفار والله لا فين معاه شغل الفلوكة تاعهم كبيرة ما يعطيكش يدورها تاعها من بدو احنا غير فما كندوروا له عاود شغل فماك من جا لاحقنا قرا عندنا تيو تاع ليسونس يقلع صاي لزقوا فينا حابسين هكا معانا قلنا صاي باغي يقلبنا ما فهمناش باغي يدير انت كنت خايفان اه نورمال انا صور قاعد نصور نورمال زعما عندي الفيديو صور نورمال يا حبيبي كي لحقنا زباني لا وليت نخمم انايا في البحر ولا وليت نخمم غير نركب وصاي مع كل خطره خمس خطرات وترجع بزاف تنسات بخرجت ما راك مصور الفيديوهات تاع المطارده هذوك وراهم عندي لي فيديو ما درس لهم لي هذوك صايب ولقيت ندير كاغول ما داير والو نورمال كاين زوج تاع لقيت في النص خطره يصوب على ذاك خطره هذاك يعاونو جان عنده يا ربي فان تروا ما تفكر صح اكيد يا حسيله مليح مليح ولا يلعب فيهم ديره ما ربناش كاع اي حتى تكمل على تيو تاع ليسونس نقلع طفانا الموتور عاود فهم بالخف انك ركب التيو قلع عاد من جينا مقلعين شغل لقاتنا الموجه تاعهم موجه تاع البابور عاد فاني حبس قاعد دخلنا فينا تخلى علينا الماء شويه تخلى هذيك الموجه ايام بعد قلعنا خلينا مرول مش حاسين ما بغاش يحدونا ولا ما طاقوش ولا ما فهمش اي حطنا في الشط بس خوسي هي من فينا كل واحد يقلع جري ونجري مش حدرتهم من ساعة أخويا؟ كنا في سوية ونص مع ذاك الجري تاع العمارين في سوية ونص وأسكو الناس هذو اللي راحوا معاكم أسكو كانوا خايفانين في كي قاعدين يجري وتهربوا لهم لا لا شاب فرحان شاب والله يقولوا لها فرحان يصوروا تتوى
الشعب يشتي يشتي الحس حنا الجزائريين يشتي هذا الريط هذا ونجري مورايا والدولة تجري وانا نجري يبغي فوضى يصور يصوروا وذوك يهدروا مع العمارين من ناديروا في الإجاز ما فهمناهمش كانوا يقولوا يا حبيب يبغوا الفوضى يبغوا شو انا يبغوا الفوضى يشتي والدحسوا هو راح يموت بصح فرحان صاي هو كان باغي يحبس لنا بغي قال له قلنا له لا الاولى كيش النظامارين بغينا نرجعوا صاي باقيناش بزاف ساعه ما طا ساعه ندخلوا اسبانيا قلنا نرجعوا لقيت خاف قلنا نرجعوا ايوا قال له صاحبو لا ما نرجعوش قال له وصلنا قال له قيسوا البوطي والرهن ايا ريسك ادمر هربنا لهم نورمال وليو والبوطي هذاك اسكر رجعوه روحوا به ولا خلوه ثم خلينا فمك قاسوا في الشط هذاك البوطي قاعدوا يدوروا به فمك ترى ما احنا طلعنا الجبل فمك لامارين دور تحوس علينا ايوا ذاك البوطي مشاش كل يركب فيك قاعد يدور فمك دور به فما كاين واحد البلاصه حاطين فيها بوطيات هذاك البوطي يقول لك من طلع على الميريا سنا كان يحمر رافدو داي بحاسي وين ده ماتريال هذاك داين ما عرفتوه انتم انت عرفتوا هذا اللي كان عرفت تاعنا جديد هذاك دوك يروح سيزي هذاك دوك يديو الحاضره ولا كاش واحد تماك كاينين جماعه تماك يسرقوهم باك يعيصوا حراق يجي يديو لهم ماتريال يديو لهم ماتر لا متواضع لا داو هكا فوتو على المريا حطوه في بلاصه عاود رجع لك هيا ومن بعد كيفاش ومن بعد انتم كي لحقتوا ثم وهربتوا طعتوا الجبل هذاك ومن بعد اسكو هما تبعوكم اللور ولا ما كاش لنا وعد اللوطو راح يجري واقيلا باغي يبيعنا ولا ماش حاصل شافنا وثما ما بغاوناش تسبانيا ما بغاوناش ولا يصوروا فينا بشكل ولا يديروا ولا يبلعوا في البيبان خايفين شغل خصوصي فيما في السياح خايفين بلعوا كلش واحد يقول لي يصور فينا منا مشاش ولا يهدر اي احنا ما عرفناش دروك شغل تقاسمنا نص طلع الجبل ونص مش حاسين وراه كنا هنا في الجبل ما قابلين والو طريق ما عندنا والو تليفون هدرنا يا ربي مع زوج الناس قلنا لهم صاي وصلنا اي ما كان والو طلعنا وقت الجبل قاعدين طالعين واحد يقول لك منا الميريا واحد يقول لك منا كل واحد وش يهدر عاودنا طلعنا قعدنا مريحين شويه في الجبل مشينا شويه جبل اي تلاقينا بجماعة الزوجي فاني جايين تلاقينا في بلاصه هذاك كان قاعد في راح بس مهضروك بعد العشر بنيادم ولا ذاك القيدو صاحبه مش حاجه وين راحوا ما سمعوش باسكو عادي يرجعوا هذوك الوارد ما سمعوهمش اي قعدنا منا واحد يقول لك الميريا منا واحد منا طلعنا الجبل او هودنا سقسوا فماك في الناس ما كاش اللي دايها فينا اصحاب الوطن ما داوهاش كاع فينا ايام بعد مش حاسه صرا بينا فينا بروبلام هي ماركا هي تفركتنا قعدنا تمشوا واحد كان معنا راجل كبير يا ربي عنده 60 سنه 70 سنه ولا او هذا حرقوا معنا يا حفيظ شيخ كبير والله لا كبير وراح يا حفيظ وهذا ما عنده الاولاد في الجزائر ما عنده والو هذا يسمح فيه كلش ما على بالي وقيلا عنده المهم باسكو عيط لهم قال لهم صاي وصلتوا كاع ما امنوش اي ولا لا اي حلم قال لهم والله لا ماني في اسبانيا صاي يا حبيب ايام ما كنت فركتنا قعدنا قعدت انا ولا فامي تاعي اي وزوجت انا قعدنا اربعه نمشيو قعدنا في الجبل عاود نص الجماعه تاعنا رايحين في الطريق ما عندنا كي نديرو قلنا نتمشاو في الطريق وصاي اين نتمشاو في الطريق راحوا ذوك الجماعه راحوا زوج كنا عند مشاو زوج هو تانا لا فامي تاعي بقى ذاك الشيخ هو واحد فني كبير فني عنده 40 سنه ولا كان معاك ولا 50 ايا قلنا لهم حنا نهودوا الطريق وانتم شويه وحقونا ايا كان يتمشاو في الطريق ديك صار فلوسين نقراو بلايك دايرين سونتر الصوت منا فات علينا واحد مروكي ولا قلنا الصوت منا الصوت قلنا روحوا للصوت اي احنا ما بغيناش نروحوا للصوت شنو ندير الصوت ايا فاتوا علينا كارديا سيفي باللوطو تاعهم قعدوا يشوفوا فينا من بعد راحوا خلوهم حنا قلنا صاي لوكي بدون ايا نتمشاو حقنا بعد لحقونا ذاك الشيخ وذاك منا سقسينا قلنا له منا طريق منا قعدنا غير نلمعوا وصاي مشينا يا ربي 10 دقايق سنا الجماعه تاعنا يهضروا مع المروكي قال لهم نطلعكم الالميريا شحال يطلعكم 100 اورو
اياك احنا نهضروا مع من قلنا 80 اورو طلعكم يطلع بالخمسة من له شحال بعيدة الميريا منه قلنا بعيدة بخمسين كيلو هيا قلنا دي بلاصة شوية عيانة قلنا دي السياح وقاع يقبلوكم يبدوكم هيا احنا مخوف وقاع احنا وهنا بثمانين اورو حطنا في الميريا ايام الميريا ثم شدينا بي تاع برشلونة ماركينا كان عندنا كنا مصورين باسبورات وكاع سمنا ثمك لي كلو ثمك يقول لك نطلعك منا طلعك غالي طلعك دوسو ترواسو اي طلعنا البرشلونة طلعنا في البيس 75 اورو شرينا تيكي قارعنا في الماك حتى ندورو رحنا كلينا حوض كلينا تعشينا كلينا وين يشرو كان عندنا غير 100 اورو 100 اورو ثم كزبانيا باش يصرفوا لنا اللي تقول له فما تحاول تدخل لي يقول لك لا يقول لك هذه غاليه منا ما نصرفلكش اي عاودنا شرينا التيكي قعدنا نقراو فما ملي لحقت 8 ونص 9 دخلنا لاجونس قعدنا طلع 9 ونص البيس جاو عندنا واحد ثلاثه مرا وجوج رجاله هادرو معنا هادرو نعطونا الباسبور تاعكم وخيلا مش حاسين شي يخدموا لا بوليس ولا مش حاسين قالوا نعطونا الباسبور تاعكم صوركم شوفوهم وعطونا اسماواتكم حنا خفنا كان معنا واحد زيري فاني حراق قلنا انا شو ما صاب صايب ما كان ما عنده لا درام لا والو شاد باع تليفونه بنص وما يبي يشري البي ويطلع قلنا لي في دوج جور هنايا قالوا بروبليم في البوطي داو له 200 اورو مساكوشا بلا ما يفيق أوه. قلنا لي قاعد قلنا حتى بعت تليفوني باش راني رايح قلنا مي جي صاي جاي ماركي تيكي من جاي حوس ساكوشا ما صاب والو قلنا ما صاش دراه قلنا مش حاسي قداهم خدموه اي احنا خفنا قلنا لا قلنا ما تخافوش قلنا له البارح فين جاو عندي قلنا غيدو اسماواتكم وقلنا له قلنا كنت مصور باسبور وريتو له جاو اسماوات امريكا وهم بعد راحوا قلنا وراكم رايحين قلنا له باصا ونا قلنا باصا مليحه وكاع روحوا ليها مش حاسي يحوسوا لينا نروحوا ولا ما فهمناش انا خفت انا خفت قلت لي لعقونا في الباصا ولا يفدونا ايا قلنا مليحه قلنا روحوا خلعنا كنا تسعه ونص خمسة الليل واو كنا تسعه ونص الصباح ايا فما في البارسا كنا كونتاكت مع واحد قلنا نسيتهم نسيتكم واحد يدخلكم شحال يدخلنا قلنا يدخلكم قلنا يدخلكم 150 اورو مرا دخلتنا اسبانيولية لا عربية ورانية ولا او قلنا يدخلكم 150 اورو هي ما عندناش كيفاه كان معنا زوج فاني جزائريين قلنا لهم قالوا كانوا يحوسوا يدخلوا على تولوز امم مش على تركيز انا حوسوا على تولوز قلنا مش غاديين دراهم حضرت معاهم قالوا لها لا قالوا قلت لنا انتم تروحوا تونس قلنا لا هو اي لا حق مين حطنا بيس حطنا في البارسا من البارسا رحنا شرينا تيكية الترا 12 اورو الترا بيروحوا في جيراس ومش هكي يقولوا لهذيك البلاصه ايا روحنا من ثم قلت لنا حبسوا كاع في لاجونس تاليا انا نجي ثم نرقدكم ردتنا شفتنا الوحدة ونص هكا تاع تلمقيل وحدة ونص تلمقيل شفتنا على ذوك الحدود تاع بين فرنسا واسبانيا قلت لنا ذاك الوحدة ونص الفترة كاع ما يقضوناش قلت لنا ليسونسيك ما تشوفوش فيهم وصاي قلت لنا الريسكوس ايا وتسمع كنا نورمال عادي سمع زوج واقفين ثم عند الحدود ثم ما كان ولا ما شاف واش قاعدين كنا ديره قلت لنا يبقى لنا باراج واحد اخر قلت لنا التالي قلت لنا غير فوتو صايره كون في فرنسا جاي عند الروبو اي فاني رايحين خايفين منا خايفين لا يقبلونا لو سمح لك ما سمع والو سمع نورمال اي صاي دخلنا فرنسا قول لي يا معلم لو كنت يعني واش كنت تخدم في البلاد حتى حركت 85 مليون ما كنتش نخدم ما خدمتش في من الناس اللي لفت منا شويه منا عندي اختي هنا يعاونتني خويا يعاونني ايوا وطلع يعني علاش ما درتش كاش مشروع في الجزائر يعني كاش محل ولا ما كاش خدمه دير كاع اللي تبغي ما كاش خدمه كنت داير بلومبي وكاع كنت نكمل
نجي الدبلوم تاعي نطلع اي ماتوبس زينكو. يسمى 85 مليون في غاليزان يعني تشري خضره تفزد ولا يكرديوها يسمى ما كاش خدمه. ما كاش خدمه ما كاش. يسمى عندك 85 مليون يسمى عندك يسمى عندك 85 مليون تستثمرها يسمى تلقاها على شهرين تلقاها ولا 30 مليون تخسر. تنقص لك تروح ما كاش كيف ما كاش. ما تقري لك والو 85 ما تدير لك والو. واش كون ندمت كي حركت ولا ما ندمتش؟ نورمال. او والله ما تقعدش هناك. يا لطيف هكذا. ولو كنت درت اللجوء ما درتش تما ولا كعيش هكذا وصاي ما درتش شلون مازال ما فهمتش عندي مازال درت رحت للسبيطار هذاك براب جاك يقولوا له لي براب لي يعني هنايا رحت للسبيطار تما فوتت عليا هي طاسني لورتونوسي باش قالوا لي مليح عليك باش تثبت شغل اللي يعرفوك باللي راك هنايا. اي هذاك مازال ما عرفتش ندير. واش تعرف تخدم انت اخويا؟ نخدم اللي جات نخدمها. والميتي الميتي الصنعه اللي عندك. لا كنت داير بلان بي بصح ما كملتش فيها. بس ما تعرفش تخدم بلون بي تاعي ما درتش ما كملتوش. ما كملتوش. وكاش صنعة أخرى بار اكزومبل كاش مهنة أخرى؟ ما كاش. ما عندكش مهنة يسمى دوك أي خدمة اللي جيت تخدمها بار اكزومبل أي حاجة. واه مهم تخدم مارشيات ولا قاوي ولا ريستور ولا. أي بيا يسمى خونا خاوتي خونا وجاب لي ميتي يسمى ميتي مليح ندمت على كي ما درتش الميتي ولا ما ندمتش؟ ندمت تندم كنت باغي نكمل لو قاعد ما عطاكش نقعد ما عطاكش نزيد نصبر كما في تزاي لو كان يولي بيك زمان اللاور واش الميتي اللي ديرو؟ اللي جا مهم ميتي مهم حال ميتي في يدك تخدم به. واللغه عندك شويه لغه شويه سلك شويه واش تعرف تهضر فرونسي؟ كوا فرونسي نفهم بصح بتريبوندي شويه ثقيل مازال ما هبطش راهي. لا بشويه برك اخويا بشويه برك تتعلم ان شاء الله وانت تعلم مسكاش صنعه ثم ثاني اخويا ان شاء الله دوك تتعلم دوك تخالط الناس دوك تخالط الناس تدير الكونتاكت ثم تبان لك حياتك فاهم يا نهار الاول كيجي شغل جي كاره وما تعرفش الناس وديوتي وشويه تقول انا واش راني ندير هنايا فاهم بان الوقت والف شويه فاهم وانا لو قاعد في البلاد وجيت ندير هنايا فهمتني هي انسان يصبر شويه راك فاهم الانسان يحوس على خدمه يبكر صباح يحوس على خدمه ما يظلش يقعد في الدار لازم تبوجي يا خويا فاهم مادام جيت الغربه هذه شو راك داخل حرب اخويا نيشا لا دوك تخاف دوك يقول لك رامي يرجعوا تقول لك الهضره تاع رامي يرجعوا ويقبلك يرجعوا ما تسمعش اودي هي شوف اخويا دوك نفهمك اما الناس راهي تخلط برك تخطي المشاكل وما ديرش المشاكل واحد ما يحوس عليك امون فرير نيشان ديجا بغيت قالوا لي روح انا هذه الناس ما حبوش يفهموها يقول لك يرجعوا تبان ما حيرجعوا كامل الناس يرجعوا السراق يرجعوا الفايو يرجعوا انسان مخدرات راه يرجعوا انسان قاتل انسان واحد مهدد الدوله هذيك ما يرجعوش واحد زوالي خاطيه ويخدم على خدمه وما يديرش المشاكل نيشان كيما صرت خدمه عني انا في سانتيتيان صرت خدمه في اليوم بعيد عليا ب 45 دقيقه ولا اي خوفوني قالوا لي تران وفي كونترول ومن هنا حولي اي ما بغيتش ريسك يا ولدي ما يخوفوك ما والو تو انا هذو مفشلين هذو ما ديرش عليهم اخويا من جاتك الخبزتك على ربي ماشي لازم تكون عند اختك تما لازم تبوجي خويا الغالي قالوا لي راك في فرنسا تما راك في فرنسا تما جاتك خدمه في سويسرا روح لسويسرا خويا بدل البلاد هذه نورمال خويا ما عندكش دار انت دوك عندك ساكود وفي دارك وتكل على ربي من جات كلات هذيك هي وانا ثاني كي معك المهم يعطيك الصحه اخويا الغالي سما لازم الانسان يتحرك قالوا لي تروح من لا ترونسبور قالوا لي تريسكي بروها كي خوفوني حبس نورمال حبيبنا وما الناس راهي طايط طايره صاحبي وش بيك انت بشويه انت جديد بشويه ما يخوفك بشويه تفهم ايش وحدك تفهم انت ايش كي تركب فتره راح تشري تيكي وعم يحوس عليك اخويا وعم يدور بيك شري تيكي تروح حارق برك واو لا تشري التيكي باينه اي لو كنت كي يلحق لك كونترول يقول لك اعطيني التيكي تاعك جبت التيكي تحطوا له ويروح ما يسقسيش يقول لك عندك كوارت لا ما عندكش
ثم كي يقول لك اعطيني تيك تقول له ما عنديش، يقول لك اعطيني كوارت ما عنديش كوارت واش يلا اطلع معنا يعيطوا لهم يجيو يديك من ذاك فاهم كيما كاني شهوا ايه هذه هي اخويا فاهم وراك مازلت صغير الله يبارك وك فاهم حنا اللي جان صغار وعلى بالك راهم يغيروا من لي زونسيا والناس كبار هنا في الغربه بالك عمرك يحس داك فيه انا بالك ان شاء الله لا ان شاء الله وكلاتي عمره 75 سنه ولا كتقول انا في عمري 21 ولا في عمري 30 غير منك يحسدك يقول لك جان هذا مازال مستقبل توالو فاهم شغل اللي يغير منك يحسدك ان شاء الله دور مع انتاجك وما تدورش مع اللي اكثر منك صرتو كبار هذوك 40 و30 و35 دور مع لا كلاس تاعك فهمتني انا بقى كاين اصحابي راهم في فوري عندهم نظر معهم عادي لا اخطيك ما عندك ما دير بهم كبار انت واش يدير بيك ما يوريش حتى من جاي ترا ولا بيس ولا غير يخوفك في حياتك علاش هو راه سايكره الدنيا هذه سمى اخويا الغالي خالط لا كلاس تاعك هنايا في الغربه كاين واحد الحاجه تفهموها تجيو انا وتفهموها باش اللي راه عايش هنا راه يفهمني العمر تاعك يحزك فيه تقول في عمر 18 سنه يقول لك او او يقول لك اسي محمد تراك صغير ماكش تا غربه ما عليناش يجي واحد اخر في عمره 30 سنه آه يقول له كون جيت قبل في عمرك 20 صغير فاهم هكذا ولدي سمع هذه الحكايات هنا تهبل ما تفهم والو ما يعطيكش بالصح إيه مليح الانسان يجي صغير مليح اخويا خير من واحد كبير صغير تلكها مليح هنا الكبار غير من الصغار مع معلم انا نعطيها لك صرت اوروبا ان شاء الله ايه والله لا غيروا منه دوك انت 21 سنه ولا اخو في عمره 50 سنه مسخر بيا انت يغير منك في عمرك وش بيك والله يحسدك فيه راسي بريد اه والله اخويا الغالي اخويا محمد ربي يحفظك وكان معكم اخونا محمد من غليزان اخويا العزيز اول ضيف من غليزان اخويا كاش شفلات منين من غليزان اخويا مرزونه اخونا غير من غليزان من مرزونه اخويا وديدي كاس الناس غليزان وعندي صاحبي محمد خويا الغليزاني ديدي كاس ليك خويا محمد الله محمد ليزون كان معايا في السوي ثاني او تاع غليزان الرجال اللي لي زوم يعني. ايه اه الله يسلمك نعم جادرين كاع رجال على كل حال فاهم شغل كاع كاع بارت ولا بارت يعني جادرين كاع رجال كاين فئه قليله شويه منا نعيش يا تروح تقلا مليح ولا قبيح دوك انتم في العائله تاعك كاين القبيح فاهم كاين العيان كاين الفرشه قلت لك هذه القبيح في العائله تاعكم كاين الفرشه في العائله تاعنا كاين الفرشه كل واحد عندهم فرشه في الدار قاعد تصيب هكا واحد خاطر اه والله اخويا معليش اخويا وجه كلمه اخيره اخويا للجمهور والاحباء في الجزائر واهلك لاحظت لي هو في من حشمه تقول كاش يقول كاش عندك ما تقول يعني ما نقول حتى نسلك روحي هنا ومن بعد نقول له اه يا خلاص خاوتي السيد راه ما عنده ما يقول وراه جديد وراه يتلفت له الدعوه وراه حشمان بارك الله فيك اخويا